ما هو الرأي يحفظكم الله في الصلاة بالبنطلون للرجل؟ هل هي جائزة؟ ما دام أنه يستر عورته فإن صلاته به جائزة، ولكن الأولى أن يصلي بثوب واسع، لأنه قد يكون البنطلون ضيقا فلا يتمكن من الجلوس على الصفة المشروعة، أو يضايقه في حالة الركوع أو السجود، فالأولى أن يصلي بثوب واسع. وأما الجزاء والصحة فصلاته صحيحة ما دام أنه يستر عورته. نعم.